السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم بالنسبة للمحمول والهاتف. ما هو عيوب المحمول الهاتف في حياتنا؟ ايه هي العيوب اللي فيه؟ والله هو الهاتف جميل جدا، يعني اختراع جميل جدا. دي ميزة بس بقول العيوب. بقول الهاتف اختراع جميل جدا، تمام، بس هو يعني زي ما تقولي، يعني هو يعني وفر حاجات كتير وجدع على حاجات كتير، ويعتبر برضه يعني ايه، يعني اختراع جميل. يعني المهم هو جتل حاجات كتير زي في حياتنا. زي ايه مثلا يا فندم؟ اول حاجه وجدع عليها زي ايه؟ زي مثلا ايه، تليفون الارض. تمام، هو جدع على تليفون الارض. زي التلفزيون، انت مش محتاجه تلفزيون، انت معاكي التلات التلاتي، بتخش على التلفزيون وتجيب اللي انت عايزاه. اه صح، كلامك صح. جتل الكمبيوتر، تمام، خلاص مش انا استغنيت عن الكمبيوتر دلوقتي لان دي لي الهاتف. ما في ايدك الكمبيوتر. جتل الكاميرا اللي كنا بنصور بيها، اه لان الوقت اللي معايا كاميرا بصور بيها. تمام، جتل الراديو، بفتح الراديو اسمعه. آه. طبعا الراديو دلوقتي معايا في التليفون. موت المصباح اللي هو الكهرباء، اللي هو اللمب، اللي هو الكشاف اللي بتدور بيه، لان انا معايا كشاف في التليفون. اللهم صل على النبي. طبعا الحاجات دي يا فندم كانت فاتحه بيوت برضو، كان الناس برضو بتخش تصلح حاجه وتعمل حاجه. موت المرايه، ماليش دعوه بقى يصلح ما يصلحش. بقولك بس المهم عيوب، يعني المحمول في ايد الواحد دلوقتي عمل ايه؟ عيوبه ايه؟ جت مش عيوب، ده دي مميزات كبيرة جدا، ان هو موت الحياة دي كلها، موتها، اصبح في ايدي حاجة واحدة دلوقتي. تمام، امال ايه عيوبه؟ عيوبه ان انا استعمله غلط. طيب قول اتفضل. انا بقولك اللي هو المميزات اللي فيه، ان هو موت حاجات خلاني مش عاد بستعملها، ابقى في الشارع وعايز التلفزيون اجيب التلفزيون. تمام، على التليفون. تمام، يبقى وخلافه بقى، عشان مش هرجع يعني اقول على الحاجات اللي انا قلتها تاني. يعني وقت السرعه، يعني موت المرايه، ما انا معايا مرايه في التليفون. موت المجلات والجرايد، اللي هي الجرانين، الصحف والمجلات والكتب. لان انا معايا كل حاجه بتصفح مني. تمام، لعب الفيديو اللي كنت بقعد في المحل اقعد العب فيديو جيم، لا من معايا الالعاب كلها. المحفظه اللي كنت بشيلها في جيبي منفوخه كده وفيها 500 جنيه اللي هو فودافون كاش قصدك؟ موتها. موتها. تمام، الوقت اصبح فيه فودافون كاش دلوقتي، احول منه ويتحول ليا ولا احول منه. اللهم صل على النبي. طبعا ما عادش الوقت النتيجه والتقويم والمذكره والكلام ده كله قضى عليها. موت البطاقة الائتمان، شهادة الازماني. بس اسوأ شيء بقى اللي هو العيوب بتاعته بقى اللي هو التليفون ده. انا عايز اوصل للعيوب. اسوأ شيء فيه هو ان هو قتل العديد من حاجات كتير بقى. زي اللي هو يعني مثلا الزوجات والعائلات طلقوا. والود والألفة الأسرية. يعني زي مثلا تبقى الست في أوضة وأنا في أوضة، أنا ماسك التليفون وهي ماسكة التليفون، ممكن أتصل عليها أكلمها منه، مش مثلا أنده عليها تعالى اعملي لي كذا ومش عارف إيه، تقعد معايا نقعد نحكي ونتكلم. لا، أصبح التليفون دلوقتي هو وسيلة، هو الوسيلة اللي بعدنا عن بعض، بعد العائلات عن بعضها. ما عادش في ود، ما عادش في ألفة أسرية، ما عادش في ناس تروح لبعضها زي الأول. بالنسبة للطلبة، موت الطلبة بالنسبة بعدهم عن طريق النجاح، جعلهم زي الريشة في مهب الريح. موت عينينا، العمود الفقري أثر عليه من كتر ما احنا فاتحين وقاعدين. والعنق، عنق الرقبة طبعا. موت عجلنا وغير ثقافتنا، ويعني هو في طريقه للقضاء على الجيل الجديد اللي جاي. يا ساتر يا رب. امال ايه لو مش رجبنا انفسنا الا من رحم امال ايه؟ انت هيقتل ارواحنا وهيجسد قلوبنا ويجعل الاجيال اللي جايه تندم. طب تعرف نعم. طب تعرف يعني عايز اقول لك على حاجه،
في ناس لغايه الان مش شايلين موبايلات الا الموبايلات العاديه الصغيره دي، وحتى هم عارفين ان في الموبايل دي فيه جميع المميزات او برضو كده ومش بيشيلوه. اه لسه رايحه دماغها شايله، في ناس كتير شايلين تليفون ابو زراير بقى ورايحه دماغها. المهم ان هو اختراع برضو يعني زي ما تقول عجيب. اه بس اختراع برضو يعني اثر على حاجات كتير، حاجات كتير في حياتنا على عقولنا. اذا يعني اسأنا استخدامه. اللهم صل على النبي، ربنا بحق النبي يرزقنا البصيرة يا رب، ويبعد عنا الشر، ويبعد عنا الشر. اللهم امين يا رب العالمين. وكل طالب يذاكر ويجتهد ويعني يقوم كده بواجبه كده، وما لهوش دعوه ان هو مثلا ان التليفون ده مثلا له عيوب او كده، فيشوف مصلحته يعني. ربنا يستر يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتوني ونورتوني. أرجو منكم اللايك والاشتراك في قناة أم الصابرين لتفسير الأحلام.